الله في حياكم الله ونكمل المختصر المفيد في علم التجويد. وكنا قد توقفنا في المجلس السابق عند بلى. بلى حرف جواب يجاب به عن كلام منفي قبلها. وإذا سئلت بألم وأليس وألا أجبت ببلى. أليس كافي العبد؟ بلى صح. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بلى. قلت نعم قلبت المعنى، لأن نفي النفي إثبات. أليس الله بأحكام الحاكمين؟ بلى. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بلى أحب أن يغفر الله لكم. أنت الآن صليت الفجر، أسألك: ألم تصلي الفجر؟ ماذا تقول؟ نعم؟ لا. إذا قلت نعم أثبت أنك لم تصلي. ما دمت قد صليت تقول بلى. بلى ممكن تزيد في كلام تقول بلى قد صليت. إذا نفي نفي إثبات. وتختص بلى بالنفي فلا تقع إلا بعد كلمة منفية، وتفيد إبطال النفي قبلها وتقرر نقيضها. وقعت بلى في القرآن الكريم في 22 موضع. الوقف عليها كاف في 10 مواضع. سهلة جدا تستطيع أن تحفظها. في سورة البقرة: بلى من كسب، بلى من أسلم. في آل عمران موضعان: بلى من أوفى، بلى إن تصبروا. في سورة الأعراف: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم تبدأ شهدنا من كلام الله وليس من كلام البشر. في سورة النحل: بلى إن الله عليم. ما كنا نعمل من سوء؟ بلى إن الله عليم. في سورة غافر: بلى. قالوا فادعوا. لاحظ. وموضعان متشابهان في آخر ياسين وقبل الأخير في الأحقاف. في سورة ياسين: بلى هو الخلاق العليم، وما قبل الأخير في الأحقاف: بلى إنه على كل شيء قدير. والموضع العاشر في سورة الإنشقاق: إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. ظن أن لن يحور يعني ظن أن لن يعجل. هذه المواضع التي أريدك أن تحفظها. باقي المواضع الأخرى، باقي المواضع لا يجوز الوقف فيها على بلى لتعلق ما بعدها بها ولتعلق ما بعدها بما قبلها، وذلك في 7 مواضع. قال: ليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، موصولة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعد لا يحق، موصولة. وكل منصول موصول. في النحل أيضا: قل بلى وربي، موصولة بسبب القسم. في سورة 7: كل قسم موصول بما قبله، قال بلى إلى آخره. الزمر: بلى قد جاءتك آياتي، المتكلم واحد. الأحقاف: قالوا بلى وربنا، موصولة. قسم. التغابن: زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، تغابن. في القيامة: بلى قادرين، وكل منصوب موصول. بلى قادرين على أن نسوي بلى. القسم الثالث فيه خلاف، ولكن الراجح أنها موصولة. في سورة البقرة: قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، موصولة لسببين. السبب الأول أن لكن من كلام إبراهيم عليه السلام. ثانيا: لكن حرف استدراك، موصولة دائما بما قبلها. كلما رأيت لكن ولكن صلها بما قبلها تستدرك على كلام سابق. قل: أنت صالح، أنت طيب، أنت مجتهد، لكن لو انتظمت في موعدك، لكن كذا، استدراك. كما نقول الحلو ما يكملش، لكن كذا.
الموضوع الثاني في الزمر، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العتاب الوصول لنفس السببين، متكلم واحد ثانيا لكن خوف صدرك موصولة دائما بمقام. الموضوع الثالث، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسولنا لديهم مكتوب، موصول الزخرف. في الحديد، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم، موصول. في سورة الملك، قالوا بلى قد جاءنا نذير، في سورة الملك في الآية التاسعة. لاحظ الموضع التي فيها الوقف على بلى، وقف كافي. لماذا؟ لاحظ كده، لاحظ الموضع التي ذكرتها في البقرة وفي آل عمران وفي الأعراف وفي النحل وياسين والأحقاف وغافر وانشقاق. لاحظ ما السبب؟ تلاحظ أن ما بعدها إما أن يكون شرطا أو متكلم جديد أو إن، يعني إما شرط أو إن أو متكلم جديد. والعلماء، الإمام الداري رحمه الله يقول الوقف على ما قبل الشرط وعلى ما قبل إن كافي، متكلم جديد كافي. بعد ذلك نتعرض للوقف على كلا. كلا حرف اختلف في معناه إلى خمسة أقوال، تستطيع أن تحفظها، سهلة جدا. نعم أو بمعنى لا، زيد كمان ألف تبقى ألا، أو بمعنى حرف نفي وزجر وإنكار، أو بمعنى حقا، سهلة جدا. نعم لا ألا حرف نفي وإنكار وزجر وحقا. لما بتقف على كلا ثم تبدأ بكلام جديد، خلاص أصبحت كلا حرف نفي وزجر وإنكار. طيب لا، وقفت على ما قبله وبدأت به ووصلت، تكون بمعنى حقا أو على استفهام. طيب تعال نشوف. كلا وقعت في القرآن الكريم في 33 موضع، كلها في النصف الأسفل من القرآن، ليست في النصف الأعلى. النصف الأعلى البقرة آل عمران النساء المائدة إلى آخره. لا، تبدأ من النصف الأسفل، من أول مريم وأنت نازل. ولم تنزل في المدينة أبدا، إنما نزلت في مكة، في القرآن المكي. الإمام الديريني رحمه الله أشار إلى ذلك بقوله: وما نزلت كلا بيثرب فعلما، وليست في القرآن، أو لم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى. وما نزلت كلا بيثرب فعلما، ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى. طيب، تنقسم كلا من حيث الوقف إلى أربعة أقسام: قسم يحسن الوقف فيها عليها ويجوز الابتداء بما بعدها، وقسم لا يحسن الوقف فيها عليها ولكن يبتدأ بها، وقسم لا يحسن الوقف فيها عليها ولا يحسن الابتداء بها، وقسم يحسن الوقف فيها عليها ولا يجوز الابتداء بها. تعال نشوف أفضل، أهم شيء أن تحفظ هذا القسم، اللي هو القسم الأول الذي يحسن الوقف فيها على كلا على اعتبار أنها بمعنى النفي والإنكار، ويجوز أن تبتدأ بها على أنها بمعنى حقا أو بمعنى ألا الاستفتاحية، ولكن تقف، أنا شخصيا أرجح أن تقف على ما قبلها وأن تقف عليها ثم تبدأ بكلام جديد. كم موضع؟ في 11 موضع، مثل بلا ولك أن تزيد واحد، يبقى 11 جملة. كيف تحفظها؟ احفظ معي، سهل جدا. يا طالب الوقف بكلا نافيا فسر، يا طالب الوقف بكلا، هتقف على كلا نافيا يبقى نفي، يا طالب الوقف بكلا نافيا فسر مؤمن، فسر بقى انت كده، مؤمن مريم سبأ تعوج مدثر، مؤمن مريم سبأ تعوج مدثر. المؤمنون فيها موضع، مريم سبأ موضع، مدثر موضعان، اللي هما آية 16-53، آية 16-53 مدثر. طيب ايه تاني؟ تعرج المعارج موضعان، مدثر موضعان، ومريم فيها موضعان. إذن يا طالب الوقف بكلا نافيا فسر، المؤمنون فيها موضع، مريم موضعان، مؤمن مريم سبأ تعرج مدثر. هذه المواضع كلها فيها موضع، إلا إيه؟ كل سورة فيها موضع إلا مريم والمدثر والمعارج، في كل منها موضعان. الهمزة مطففين الفجر، والهمزة مطففين الفجر، واحدة قد فاقت عشرة. الهمزة تكلم، همزة اللغة، كل همزة الهمزة، يؤذي الناس بفعله، يؤذي الناس بلسانه، همزة همزة، أعوذ بالله. هؤلاء ما طبيعتهم؟ غالبا
يطففون صلاة الفجر ولا يحافظون على صلاة الفجر. نسأل الله السلام. ها قال إيه؟ والهمزة مطففين الفجر. والهمزة مطففين. الهمزة يطففون الفجر. ينقص من الفجر ولا يحافظ على الفجر. يبقى الهمزة موضع مطففين موضع، الفجر في موضع، وبعدين النتيجة إيه؟ واحدة قد فاقت عشرة. واحدة وعشرة يبقوا كام؟ يبقوا 11. تعال نشوف مثلا، نأخذ مثالا كيف تقرا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا. وقفت على عهد، وقفت على كلمة، ثم نبدأ. سنكتب ما يقول. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا. معبد. لعلي أعمال صالحة فيما تركت. كلا. المؤمنون. ماشي. قل أعوني الذين ألحقتم به شركاء. كلا. سبب. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا. المعالي. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا. المعارج أيضا. ثم يطمع أن أزيد. كلا. المدثر. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا. المدثر. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا. لاحظ المطففين هذه اللي فيها الإيه؟ اللي فيها الوقف، لأن في مواضع أخرى ليس فيها وقف. كلا هنا إيه؟ كلا برانا التي بعدها السكت. هذه التي فيها الوقف. وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا. هذه اللي فيها الوقف بعد أهانا. لاحظ لاحظ العلامات فجر. الأخيرة هنا يحسب أن ماله أخلده. كلا. تعالى سورة الهمزة. نعم. بعد ذلك الأقسام البقية ليس شرطا أن تحفظها، نردت أن تحفظها خير، لكن أهم شيء عندي هو أن تحفظها. القسم الثاني لا يحصل الوقف فيه على كلا، ولكن يبتدأ بها، لا تقف عليه، لكن ابدأ بها وصلها بما بعدها على اعتبار أنها بمعنى حقا أو آلاء استعانة. وذلك في 18 موضع. في المدثر كلا والقمر، كلا إنه تذكرة. في القيامة كلا لا وزر، كلا بتحبون العاجلة، كلا إذا بلغت التراقي. في النبأ كلا سيعلمون، وفي عبس كلا إنها تذكرة، في عبس أيضا كلا لما يقدم أمره، وفي الانفطار كلا بل تكذبون بالدين. في المطففين كلا إن كتاب الفجار في سجين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كل ذلك في المطففين. في الفجر كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. في العلق كلا إن الإنسان لا يطغى. كلا لئن لم ينتهي الأسفار بالنصية. كلا لا تطعه وسجود اقترب. في التكاثر موضعان كلا سوف تعلمون، كلا لا تعلمون علم يقيم أصول، بمعنى حقا أو ألا استفهام. القسم الثالث لا يحسن الوقف فيه على كلا، لا تقف، ولا يحسن الابتداء بها، بل هي موصولة بما قبلها وبما بعدها. لا تقف عليها وتعيد كلا، ولا تقف على ما قبلها وتبدأ بها، إنما اوصل الكلام كاملا في موضعين: النبأ وشبيهاتها في التكاثر، ثم كلا سيعلمون، هذا في النبأ، وفي التكاثر ثم كلا سوف تعلمون. طبعا هذه لها تفصيل بلاغي، يعني نشير إليه الآن إشارة سريعة. إن النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ما هو النبأ العظيم؟ إما رسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو يوم القيامة، خلاص، أو القرآن الكريم، هكذا قال المفسرين. أفضل الأقوال وأرجحها عما يتساءلون عن النبأ العظيم. طبعا احنا بنرجح هنا الوقت عما يتساءلون، هذا هو السؤال. الجواب عن النبأ العظيم. يتساءلون عن ماذا؟ عن النبأ العظيم. انما لو وصلت هتبقى جزء من السؤال، كما تكلمنا من قبل في وقت الابتداء على ما قبل أأنبئكم في آل عمران، أفأنبئكم في الحج، قل هل أنبئكم، أيوة في المائدة، ممتازة، قل هل ننبئكم في الكهف، كل هذا. افصل السؤال عن الجواب. مثال: قل أنبئكم بخير من ذلكم، وبعدين الذين اتقوا من ربهم، كلام جديد. كذلك هنا عما يتسألون بتقف، ثم تبدأ الجواب عن النبأ العظيم. لمن الملك اليوم؟ سؤال في غافل. الإجابة: لله الواحد القهار. تمام. حتى في كلامنا: من جاء زيد؟ من جاء زيد؟ كأن من جاء زيد، من جاء زيد، يعني زيد هو الذي جاء؟ لا، من جاء زيد؟ إجابة: زيد. ما
قلتش بقى زيد اسمه بالسؤال، لا زيد الإجابة. من جاء؟ هذا سؤال، الجواب زيد، يبقى الذي جاء هو زيد. واضح؟ افصل السؤال عن الجواب. هنا عما يتسألون، السؤال الجواب عن النبأ العظيم. أرجح الأقوال النبأ العظيم هو إيه؟ يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في نفس السورة إن يوم الفصل، بعد كل الكلام الطويل هذا قال إن يوم الفصل كان ميقاتا. إذن السؤال عن يوم الفصل، عن يوم القيامة. يوم القيامة قريب أم بعيد؟ من يجيب؟ ممتاز، قريب. الدليل؟ لا بد من الدليل، العلم هو معرفة الحق بدليله. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم. إذن يوم القيامة قريب. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله. إذن يوم القيامة قريب. ومن مات وفاته ومن يأتي فقد قام قيامته. ولهذا قال كلا سيعلمون، مفيش سوف، السين أقل استقبالا من سوف. شخص لك مال عنده، عليه دين لك، طلبت المال، أعطني مالي، أعطني مالي. قال لك سأعطيك المال، إذا إن شاء الله سأعطيك قريبا، ربما بعد يوم، يومين، ثلاثة، أسبوع. إنما إذا كان مماطلا يقول لك سوف أعطيك، إن شاء الله أعطيك. يسوف كما نقول، يسوف، تسويف، تسويف، يسوف، يعني ربما يعطيك بعد سنة، ربما بعد 10 سنوات، ربما بعد 1000 سنة، ربما لا يعطيك إلا يوم القيامة. حسنا، أو سيئات، نأخذ من سيئاتك، تفضل. نعم. إذن مع نبأ يوم القيامة ناسب أن يقول ثم كلا سيعلم. إنما التكاثر في إيه؟ ألاكم التكاثر، إنسان مشغول يجري صفقات وهو يشيع المغرب، وعند القبور مشغول بالدنيا وزينتها وما فيها. ولذلك قال الله سبحانه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. مالش سوف يعلمون أو سوف تعلمون، مالش سيعلمون أو ستعلمون، كلا سوف تعلمون. سوف، طول الكلمة يتناسب مع طول الأمل. الله، مشغول مشغول. لو أنت كنت على يقين أن الساعة قريبة، الوقت قريب، كما قال صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله، يعني من مقناط الحذاء عزكم الله، والنار مثل ذلك، لو كنت على يقين من ذلك ما انشغلت بالدنيا وزينتها والتكاثر، حتى أنك عند القبر مشغول بالدنيا وقلبك مشغول بالدنيا. أو ألهاكم التكاثر على التفسير الثاني كما رجحه ابن كثير، يعني حتى متم. الرسول صلى الله عليه وسلم زار رجلا مريضا كما في الصحيح، صحيح البخاري، كان مريضا بالحمى، فقال لا بأس طهور. لا بأس طهور، رجل، رجل كان متشائما، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل، وكان يعجبه الفأل الحسن، فالرسول يتفاؤل يقول لا بأس طهور، يعني إن شاء الله ستشفى، لا بأس طهور إن شاء الله. فقال الرجل بل هي حمى تفور على شيخ كبير كي تزيره القبور. لا لا بس طويل، انا خلاص خلاص اموت، واحد كنت اموت اموت. تفاءلوا بالخير تجده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذن فمات الرجل. ما تريد؟ تريد تريد هذا؟ تريد ان تموت؟ فنعم، فنعم اذن فمات الرجل. إذن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني إيه؟ يعني حتى متم وزرتم القبور، مش سكنت. ولهذا عندما سمعها العربي قال الله أكبر لقد قامت القيامة. قالوا لما يا عربي؟ شوف العربي كيف يتذوق القرآن، شوف لما نتذوق كلا ونعم والكلام الجميل ده تتذوق تتذوق. الله، ماذا قال؟ قال الله أكبر لقد قامت القيامة. لما يا عربي؟ قال إن الزائر ليس مقيما. إن الزائر غير مقيم، الزائر يزور كما نقول المغاربة حتى بيقولوها يا بخت من زار وخف، زائر مش مقيم، زي الراجل اللي راح يزور واحد
كما ذكر الشيخ كشك رحمه الله، راح يزور واحد كان زائر يعني تلم غبي بليد، عايز يفضل قاعد يسد يا عم احنا عندنا مصالح عندنا مشاغل توكل على الله ترجع. لا فضل جالس، أراده أن ينصرف يمشي، قال توجه للصلاة في القبلة وقال نويت أصلي 100 ركعة لله. الله أكبر، قال بقى 100 ركعة كتير، وطلع أن صاحبنا دوت الزائر أشد ذكاء وحرصا منه في هذه المسألة، فوقف خلفه وقال نويت أصلي إلى يوم القيامة. الله أكبر. إذا المقصود هنا يا بخت من زار وخاف من زور قبور، المسوى الأخير ليس قبر، كما فاهم الناس إن المسوى الأخير إيه؟ إما جنة أو سعير. القبر مجرد مرحلة، القبور ليست أحجار وإنما خلف الأحجار جنات أو نار، نسأل الله أن يجعل مسوى الجنة جنة يا رب. طيب يبقى هنا في هذا القسم، القسم الثالث، لا تقف على كلا ولا تبتدي بها، إنما صلها بما قبلها وبها بعدها، ثم كلا سيعلمون في النبأ، ثم كلا سوف تعلمون في التكاثر. حديث صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالشح وطول الأمل. إذن العلاج هو إيه؟ العلاج الزهد واليقين، صلى الله عليه وسلم جميعا بالزهد واليقين. القسم الرابع يحصل الوقف فيه على كلا ولا يجوز الابتداء بها بل توصل بما قبلها، وذلك في موضعين هما الشعراء، موضعان في الشعراء قال كلا تذهب بآياتنا، وكذلك قال كلا إن معي ربي سيهدي. يجوز أن تقف على كلا نعم، ولكن لا يجوز أن تبتدا بها، إنما إذا وقفت على كلا تعيد تاني تعيد تاني، بخلاف الموضع الآخر إنما ثم كلا ما ينفعش تقف، ينفع ثم كلا سيعلمون ثم كلا سوف تعلمون، إنما هنا ممكن تقف على قال كلا ثم تعيد قال كلا فاذهب، يحصل وقف على كلا ولا جزء التوباء بل توصل بما قبلها. ممكن يبقى إيه؟ تقف على كلا ثم تعيد قال كلا فاذهب قال كلا فاذهب قال كلا، تقف على كلا ماشي في الشمال وبعدين تعيد مرة ثانية قال كلا إن معي ربي سيهدي، ما ينفعش تفصل عن قال، ما ينفعش. بعد ذلك نتحدث عن ذلك، ذلك اسمه إشارة أصلها ذا، شوف بقى جمال اللغة العربية، ذا تتكون من ثلاثة أشياء، ذلك تتكون من ثلاثة أشياء، ذا اسم إشارة للقريب، اللام للبعد، الكاف للبعد. لما تشوف كذلك متكونة من أربعة أشياء، الكاف للتشبيه، ذا اسم إشارة للقريب، اللام للبعد، الكاف للخطاب. فتعال نشوف تاني، ذلك لفظ يستعمل في الانتقال من شأن إلى شأن، ومن معنى إلى آخر، ومن قصة إلى أخرى، ننتقل من موضوع لموضوع، وتكون إشارة لمعنى متعلق بما قبلها، فقد تكون ذلك خبرا المبتدأ محذوف، والتقدير الواجب في حقكم ذلك، أو جزاء من سلف ذكرهم ذلك، أو أن تكون ذلك مبتدأ محذوف الخبر، والتقدير ذلك حكم كذا، أو جزاء كذا، أو أن تكون ذلك مفعولا به لفعل محذوف، والتقدير اعملوا أو اتبعوا أو الزاموا ذلك. ممكن تقدر خليها خبر مبتدأ محذوف، خليها مفعول لفعل محذوف، على حسب بقى. ولا يصح الوقف على ذلك إلا في أربعة مواضع في القرآن الكريم، وهي ثم ليقضوا، لاحظ لم إيه لم أمر، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، تقف معي ذلك، نختار الوقف على المخباة والوقف على يخي، ومن يعظم حرمات الله ذلك، ومن يعظم شعائر الله ذلك، ومن عقب. هذه الثلاثة فقط اللي هي في سورة الحج في الوقف، وبعدين معاك كمان الموضوع الرابع اللي هو إيه؟ ذلك في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو يشاء الله لأن انتصر منهم. نعم تفضل الماء أشرب ماء تفضل بسم الله. هذا ماء من عايد سيد طلحة، ماء مزيان، ماء ممتاز، اللهم بارك لك في المعصر. بعد ذلك الوقف على كذلك، كذلك أصلها كما قلنا كاف التشبيه، ده اسم إشارة قريب، اللام للبعد، كاف الخطاب. طيب
هنا بالنسبة لكذلك أيضا في تقدير. في تقدير يحتمل أن تكون الكاف في موضع رفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير أمر كذا كذلك، إيه خبر كذلك خبر لمبتدأ محذوف. المبتدأ المحذوف تقديره أمر كذا كما حكيناه قصدا، أو الأمر كذلك. وقد تأتي الكاف بمعنى مثل في موضع رفع أو نصب أو جر، أي مثل ما سبق أن وصفنا، فبهذا تكون الجملة التي بعد كذلك مستأنفة لا موضع لها من الإعراب. هذا ولا يصح الوقف على كذلك إلا في أربعة مواضع في القرآن الكريم. وقف كافي أيضا، لما نقول وقف يبقى كافي، ما نقولكش إن هو وقف تام ولا لازم، نقولك كافي يعني يكتفى ثم تبدأ. في تصل معنوي طبعا، وهي حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم سترا كذلك. ثم تبدأ وقد أحطنا بما لديه خبرا. أدي في الكهف، وبعدين معك كمان في الشعراء، أدبارك عشان تحفظها إزاي. في الشعراء أخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك. وبعدين وأورثناها بني إسرائيل، شبيهتها في الدخان كذلك. وأورثناها قوما آخرين، عشان ما تغلطش الشعراء، الشين أخت الشين السين، وأورثناها بني إسرائيل، إنما الدخان وأورثناها قوما آخرين. هذا من آليات ضبط المتشابه، يبقى ضبط باسم السورة. وبعدين معاك كمان في فاطر كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نتوقف على كده. موضع الفاطر بتوصلها يعني بتوصل كذلك بما قبل، نتوقف على كده يعني هذا أفضل. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. أنا موصول يعني فعش أنت تقف، فعش تقف على ألوانه في المتبقى كالكلام. إنما المواضع البقية اللي هي الشعراء والدخان والكهف بتقف على ما قبل كذلك، وتقف على كذلك ولها مذاق، لها طعم جميل جدا ما شاء الله. نعم. طبعا هذا مخاطب الأرواح التي تتذوق القرآن، مش من خاطب بقى واحد عايز يحفظ وخلاص ويكتب وياخد شهادة، مخاطب الأرواح. سأل الله أن يقي أرواحنا علمان. بعد ذلك الوقف على هذا، هذا اسمه إشارة للقريب، وعند الوقف عليها يحتمل أو يحتمل أن يكون هذا خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير أمر كذا هذا الذي سبق بيانه، ويحتمل أن يكون هذا مبتدأ خبره محذوف، والتقدير هذا الذي سبق بيانه جزاء أو شأن كذا، ويحتمل أن يكون هذا مفعولا به لفعل محذوف، والتقدير اعلموا هذا. شوف أنت بتقدر فالفعل المحذوف خبر المبتدأ المحذوف دائما. ولا يصح الوقف على هذا إلا في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم. هذا ذكره الشيخ الحسن رحمه الله، وإن كنت يعني أظن لو كان الشيخ حيا رحمه الله لتراجع عن هذا. يعني ليه؟ لأن هذا موجود كثيرا في كثير من المواضع في القرآن الكريم، والوقف عليه ليس في مواضع ثلاثة. حتى في سورة صاد، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا تقف، وإن للطاغين لشر مآب. كذلك في صاد، بعدها مباشرة، جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم ورساق. الموضع الثالث فيه انتقاد، يعني انتقد الوقف. لماذا؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. مشكل على القول يعني على وجه عدم السكت، مرقدنا هذا، أوهمت أن هذا من كلام المجرمين وهي في الواقع من كلام الملائكة ردا عليهم، أو من كلام الله ردا عليهم. هذا ما ورد الرحمن، أو من كلام المؤمنين، احتمال كلام المؤمنين ردا على المجرمين. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. ولذلك الشيخ الحسن رحمه الله ذكر الموضع الثلاثة وقال يعني لا يوقف على هذا لأنها يعني توهم
ذكر الثلاثة. فكان الأولى إن طالما الشيخ بيذكر هذه المواضع كان يذكر فقط موضعين هم دول، ويقول إن باقي المواضع هناك مواضع أخرى في القرآن الكريم فيها الوقف على هذا، وهذا الموضع لا يوقف عليه، إنما هو حصر هذه الثلاثة ثم استدرك على الثالث. حتى لو أنت بتسكت قل من مرقدنا، هذا الإيهام أيضا يكون شديدا. إذن أولى يا إما تصل الكلام كاملا مع السكت على وجه السكت عند حفص، من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون كده، فصلت المعنى، فصلت كلام المجرمين عن كلام الملائكة أو كلام الله أو كلام المؤمنين ردا عليه. وأما إذا لم يكن ثم سكت فتقف الوقف لازم مما قدم. وأيضا الشيخ الحصري نبه إن إذا وقفت وبعدين بدأت ما وعد الرحمن هتوهم إن ما نفيه، ومعلوم إن ما الموصولة موصولة، هذا ما وعد الرحمن يعني هذا الذي وعد الرحمن، وقفت ما وعد الرحمن يبقى كأنها نفي، تبقى مشكلة. الوقف على ما قبل لكن والبدء بها تكلمنا عنها، لكن حرف استدراك موصولة دائما بما قبله لكن ولكن. هتشوف بقى عندك في القرآن الكريم لكن هكذا بدون تجديد في ستة مواضع كلها موصولة بما قبلها، إلا من باب مراعاة الخلاف مذهب الوقف على رؤوس الآية خلاص بتقف، مذهب الوقف على رؤوس الآية بتقف مش مانع. أدي بقى ولكن هي وقعت فين؟ في 114 موضع، 14 و100 موضع. هذه بتشوف ايه؟ ان من باب مراعاة الخلاف عندك الموضع اللي هو فلا صدق ولا صلى وانت بلاقيه ولكن كذب. البعض ذكر الوقف على اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا تقنن لكن الظالمون اليوم. يعني هذا الشيخ خلف الحسيني رحمه الله عندما وضع علامات الوقف في المصحف لما ضربناه فإلى عمل ايه؟ صلاة. بعد كل سنة لكن راجح صلاة صلاة قال صلاة لك الوجهان والوصل طبعا الأول الوصل. مذهبنا وصل لكن ولكن دائما بما قبلها حتى وإن كانت رسالة أول الوصل. المذهب الثاني يصح الوقف على ما قبل ولكن كل المواضع إلا بعض المواضع الوصل اللي هي بقى إيه 17 موضع، أربعة مواضع بسورة البقرة، 13 و112 اللي هي مواضع البقرة المعروفة 112 و235 و260، ثلاثة مواضع في آل عمران 67 79 117، في النساء موضع واحد اللي هو 157، في الأنعام 69، في الأعراف 143، في الأنفال 17 ولكن السميع، وبسورة التوبة 42 56، وهود 111، وإبراهيم 11، والنحل 38، والحج 2 37 46، وجم 30 56، والزمر 71، والزخرف 76، والحجرات 14، والقاف 27، والواقعة 58، والحديد 14. الوقف على ما قبل أن وأشباهها من ذوات الهمزة المفتوحة والبدء، كل همزة مفتوحة موصول، أن وأن، أن وأن موصول، موصول يحفظ أدفال. البعض ذكر الوقف على وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهد أن أنفسهم ألست ربكم، ألست ربكم قالوا بلى شهدنا، ويقف وكل أن تقول لا فيها مشكلة، فيها مشكلة. بعض ذكر هذا ولكن أحد الأولى الوقف على بلى مذكورة مع مواضع الأخرى، لأن شهدنا من كلام الله ردا على إيه؟ على البشر، شهد الله على شهادتي وليس إن بلى خلاص أثبتت أنه شهد، والقرآن ليس فيه زوائد، إنما شهدنا تثبت معنى جديد. طبعا مثل موضوع إيه فجاءت إحداهما، من يقول إيه فجاءت إحداهما تمشي، ما الفائدة؟ جاءت وخلاص، فإذا حصلت بقوله تعالى فجاءته، لما تمشي لها معنى آخر، تمشي على استحياء، المشي على استحياء، إذا كان المشي على استحياء فالقول أضع استحياء. الوقف على ما قبل إلا والبدء به، إلا أداة الاستثناء وقف القرآن الكريم بكثرة لا تعد. الاستثناء نوعان، استثناء متصل واستثناء منقطع. استثناء متصل أن يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه، مثال حضر الطلاب إلا زيدا، زيد فرد. طيب استثناء منقطع أن يكون المستثنى جزءا من إيه؟ من غير جنس المستثنى منه. استثناء منفصل
أو المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى. ضرب النحات لذلك مثالا فقالوا شرب الناس إلا حمارا. هل الحمار من الناس؟ لا. خلاص إذن شرب الناس هذا المستثنى منه إلا حمارا، مستثنى هذا من غير جنس المستثنى منه، إذن هذا منقطع. ومنه قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس ليس من الملائكة. الدليل إلا إبليس كان من الجن. تحتاج تأكيد أكثر من كده إيه؟ عشان تقول فيها قولان. قولان كيف؟ في سورة الكهف قال الله سبحانه إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ما ينفعش تقول بقى إن إبليس ممكن. طب لماذا ذكر معهم؟ من باب الترغيب. من باب الترغيب. أكثر من سجد ملائكة. أكثر من أمر بالسجود ملائكة. فكان الأولى أن يسجد إبليس أيضا معه. كقول أم المؤمنين عائشة عروة بن الزبير كنا يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة هلال في شهرين وما يقضي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما طعامكم يا أم المؤمنين؟ قالت الأسودان التمر والماء. طب الماء لونه إيه؟ أبيض أبيض اللبن أبيض الحليب. ها من يقول؟ لا لون له. ممتاز. ها الماء ايه؟ لا لون له. ها ايه لون الاناء؟ شفاف. اذا الماء شفاف. الاناء احمر. اذا الماء احمر. الاناء ازرق. لا لون له. ياخذ لون مجازا يعني ياخذ لون الاناء الذي يوضع فيه. كل اناء بما فيه ينضح. تمام. اذا الاسودان التمر والماء. التمر أسود والماء لا لون له. فغلبت التمر على الماء. لماذا؟ لأن التمر كثير والماء قليل. الله الماء نعمة عظيمة. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وذلك الماء من أعظم النعيم. من النعيم الذي يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الظل والماء البارد كما قال المفسرون. في النعيم الإنسان يتقلب في النعيم مش واخد مش حاسس. متى يشعر الإنسان بالنعمة؟ إذا فقدها. نسأل الله أن يحفظ علينا هذه النعم حتى نبقى. خبز نعيم نعيم. طعام الملوك كانوا قديما يقولون الخبز طعام الملوك. النهارده الفقراء وكل الناس بتاكل خبز للأسف لا يوجد قناعة ولا يوجد رضا. طيب نرجع سريعا. إذا إلا إلا إما استثناء متصل أن يكون المستثنى جزء من المستثنى منه أو استثناء منقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. طيب إلا إبليس. إلا إبليس ليس من الملائكة. لماذا ذكر؟ على سبيل التغليب. أمر على سبيل التغليب. أنت الآن بتمر في الشارع وبعدين قدرا كان هناك مجموعة من المجرمين والعياذ بالله ويلتقطون لهم صورة وأنت بتمر جات الصورة عليك هم 100 وأنت واحد بس جاءت الصورة ثم نشرت في الجرائد هذه صورة المجرمين الذين قبض عليهم في جريمة كذا وكذا. بتبص لقيت نفسك معهم. هل أنت مجرم؟ تقول لا. طب لماذا ذكرت معهم؟ على سبيل التغليب. واضح؟ من أغلب. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هتروح مريم تركع في وسط الجامع؟ إذا هذا على سبيل إيه؟ أكثر من يركع في الجامع. مساجد. طيب مذهبنا وصل إلا دائما بما قبله سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا. من باب مراعاة الخلاف إذا كانت إلا رأس آية في أول الآية مش معنى. فيش معنى. إنما إذا كانت في وسط الآية قولا واحدا لابد من وصل. هذا مذهبنا. المذهب الآخر مذهب الوقف الهبطي مذهب المغربي يقول لا. يقول بنقف على الإيه؟ نقف على ما قبل المنقطع. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا أنا طبعا قرأت بورش ليه لأن هذا الوقف الوقت على ماشي على ورش وماشي على قلم المغرب المغرب العربي تونس والمغرب والجزائر موريتانيا وليبيا. إنما عندنا نحن المشارقة لا نعمل بالوقف الوقتي وإنما العمل عندنا على إيه؟ إن إلا دائما موصولة بما قبل سواء كان السنة المتصلة.
طيب ادي المذهب الاول في الاستثناء المقدر. في مذهب ثاني، في مذهب ثاني اللي هو ايه؟ الوصل كما ذكرت. لماذا؟ لاحتياجه الى ما قبله لفظا ومعنى. تمام. طيب في مذهب ثالث وهو التفصيل. مذهب ثالث وهو الايه؟ وهو التفصيل. فإن صرح بالخبر جاز، جاز الوقف باستقلال الجملة واستغنائها عما قبلها، كما في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. في تصريح بالخبر نعم. ما إيه إبليس عمل إيه؟ إلا إبليس أبى واستكبر. إبليس ماله عمل إيه؟ أبى واستكبر. طالما في تصريح يجوز أن تقرأ على المقدر على هذا المذهب. وأما إذا لم يصرح بالخبر فلا يصح له افتقار الجملة إلى ما قبلها. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. هل فهمت شيئا من إلا أماني؟ الأماني أكاذيب. قال كما قال كعب بن زهير فلا يغرنك، يتكلم عن الدنيا في البردة، فلا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأماني أحلام من التبطيل. إذن الأماني عن الأكاذيب. فهنا إلا أماني، ما الأماني في إيه؟ ما المقصود الأماني في أي موضوع؟ إذا لم يصرح بالخبر إذا لابد من الوصل حتى لو كان الاستثناء من قبل. واضح؟ طيب بنشوف كمان المذهب، مذهب الهبطي بأجاز الوقف، أجاز الوقف مطلقا. لماذا؟ لأنه في معنى مبتدأ حذف خبره. خلاص في بقى إيه؟ في تقدير مبتدأ حذف خبره. ومعروف إن الوقف الهبطي يعني في أكثر مواضيعه يعتمد التقدير، يعتمد التقدير. الوقف على ما قبل ما والبدء. ما الموصولة التي هي بمعنى الذي تكررت في القرآن الكريم بكثرة لا تعد، لا يصح في جميعها الوقف على ما قبلها والبدء بها، سواء كانت مفردة أو مرتبطة بحرف آخر، نحو فيما، لما في ذلك من إيهام المستمع بأنها ما النافية أو ما استفهام. ما الموصولة؟ موصولة ما النافية قف على ما قبلها وابدأ بها وأنت مطمئن. يعني مثلا إيه؟ في سورة البقرة بقول الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. لو وصلت هيحصل مشكلة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. قد يفهم أنه وما كفر موصولة بمعنى الذي، يعني الذي كفر سليمان. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. شفت سورة الأعراف إذا وصلت ينقلب المعنى. لا قف. أولم يتفكروا، نتيجة التفكر نفي بقى، ما بصاحبهم من جنة، شبيهتها في سبب. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هذه النتيجة. شبيهتهما في سورة الروم والأولى الوقف أيضا اللي هي إيه؟ أولم يتفكروا في أنفسهم، نتيجة التفكر، ما خلق الله في السماوات والأرض وما بينهما إلا. إذن الوقف على ما قبل ما والبدء بها نعم. ما الموصولة التي هي المعنى الذي تكررت في القرآن الكريم بكثرة لا تعد، لا يصح في جميع الوقف على ما قبلها والبدء بها سواء كانت مفردة أو مرتبطة بحرف آخر، نحو فيما، لما في ذلك من إيهام للمستمع بأنها ما النافية أو ما الاستفهامية، مثل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ما الموصولة؟ موصولة. احفظ القاعدة. ما الموصولة؟ المعنى الذي موصول. لو وقفت ويقطعون ثم بدأت ما أمر الله به أن يوصل، يبقى الله لم يأمر. إن الله يحكم بينهم كما سمعت بعض الإخوة، الله يوفقهم للصواب. إن الله يحكم بينهم ثم يبدأ فيما هم فيه يختلفون، جعلتها استفهامية. فيما هم فيه يختلفون، يختلفوا في إيه؟ مشكلة. إذن أيضا موصول، مثل هذا الموضع الذي في الزمر. هنا تتم مهمة جدا، النقاط التالية يمتنع فيها الوقف باستثناء رؤوس الآية على المذهب المشهور. ولئن انقطع النفس اضطراريا، يقول لك نفس انقطع اعمل ايه؟ ارجع عيد تاني، عيد كلمة وكلمتين، مش شرط ان انت تعيد الآية كلها، عيد ما ما تيسر كلمة كلمتين ثلاثة بحيث تؤدي المعنى حتى يستمع يفهم المستمع.
لماذا؟ لأن القرآن يفسر بعضه بعضا بالوقف الابتدائي. لا يصح الوقف على المضاف دون المضاف إليه، نحو بل مكر الليل والنهار، تقف بل مكر الليل والنهار، ما ينفعش. لا يصح الوقف على الفاعل دون المفعول، آتينا داود منا فضلا يا جبال، خطأ. زي يقول إيه؟ إن قال الله لعيسى ابن مريم أنت قلت للناس تخذون أمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي ويكون بحق، إن كنت قلته فقد علمت. خطأ، خطأ، بحق مقصورا ما قبلها. اقرأ التفسير، اقرأ اللغة، اقرأ النحو، اقرأ يعني كلام أهل هذا العلم، إن هذا فيه تعسف، فيه شذوذ، وفيه مخالفة للمعنى بغض النظر عن أقوال العلماء. بحق إن كنت قلته، كما يقول لا تشرك ثم يبدأ بالله إن الشرك، ما ينفعش. نهي عن الشرك مطلقا، الزواج شرك، التجارة شرك، شركات كثيرة جدا، قد تكون الشركة واجبة، الزواج شركة واجبة، كان الإنسان قادرا ويخشى على نفسه العبد يجب كما يقول الفقهاء أن يتزوج. عندما تقول لا تشرك، نفي الشرك، نهي عن الشرك مطلقا بالله إن الشرك لظلم عظيم. طيب صحيح البخاري، صحيح البخاري، فنزل قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ما قالش فنزل قوله تعالى بالله إن الشرك لظلم عظيم. لابد أن نفهم، لابد أن نتدبر، لا نقلد تقليد الأعمى. وذلك دائما نقول في الوقف الابتداء تبقى الكلمة بمن؟ بأذن المستمع، المستمع هو الذي يتذوق ويفهم ثم يختار الصواب. أنت شايف أن خلاص مش مشكلة، وليس في القرآن من الوقف الواجب ولا حرام طريق من الأسر. شوف أنت عندما تتذوق القرآن وتتذوق العلم تستطيع أن تعرف الوقف الصواب. لا يصح الوقف على الفاعل دون المفعول، لا يصح الوقف على الفعل دون الفاعل، وأن يقف لا يعذب الله ثم يقف ثم يبدأ المنافقين، ما ينفعش. أو ليعذب ثم يبدأ الله المنافقين، حاشا لله. لا يصح الوقف على المبتدأ دون الخبر، الله خالق كل شيء، ما ينفعش تفصل. لا يصح الوقف على كان وأخواتها، وكان الله غفورا رحيما موصولة. لا يصح الوقف على إن وأخواتها، إن الله وسلم عليم. لا يصح الوقف على النعت دون المنعوت، أو الصفة دون موصوف. الصفة ده إصلاح البصريين، والنعت إصلاح الكوفيين. وأنزلنا فيها آيات بينات، ما ينفعش تقرأ آيات ثم تبدأ بينات. لا يصح الوقف على عطف عليه دون المعطوف، نحو سورة أنزلناها وفرضناها موصولة. كل العطف، كل عطف، عطف الأمر على النهي موصول، عطف النهي على الأمر موصول، عطف الأمر على الأمر، عطف النهي على النهي موصول، كل سورة العطف موصول، عطف فاعل على فاعل، عطف مفعول على مفعول، عطف، وكل هذا موصول. عطف عطف دائما موصول. جاء زيد وعمر، لو قلت جاء زيد ثم قلت وعمر، المستمع يفهم، الذي يفهم اللغة، إن الواو استئنافية، يعني وعمر لم يأتي. جاء زيد وعمر، أو استفهام، وعمر، وعمر جه ولا ما جاش؟ شوف سبحان الله المعنى يتغير. وجاء زيد وعمر، حلت المشكلة. لا يصح الوقف على عطف دون عليه دون المعطوف، لا يصح الوقف على القسم دون جوابه، مثل قالوا تالله لقد علمتم، لا يصح الوقف على ما قبل لام التعليل، نحو تدعونني لأكفر بالله، لا يصح الوقف على ما قبل كي، نحو فرجعناك إلى أمك كي تقر عليه، ليه؟ كي تقر، لأن لولا كي ما قلنا تقر، تنصر. أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق، جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق، أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق، ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت، مع القرآن اهتديت.